السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتطرق لحصة التقويم التشخيصي المندرجة ضمن الأسبوع الأول من السنة الدراسية. المرجع فضاء النشاط العلمي المستوى الأول. نبدأ على بركة الله، أصل بخط. إذن لاحظوا معي، عندنا أجزاء لأعضاء الجسم وغنصلوا كل جزء بالمكان المناسب دياله. إذن عندي هنا الرأس، سنصله إلى مكانه. عندي اليد، سنصلها إلى مكانها. عندي الورك، لاحظوا معي، أصله إلى مكانها أيضا. وعندي القدم، أصله بخط. التمرين الثاني، لاحظوا معي، عندي العينين، العين، الأنف، اللسان أو الفم والأذن. سنصله أيضا كل عضو من أعضاء الوجه بمكانه. العين إلى مكانها، مكان العين هنا. الأنف إلى مكانه، مكانه هنا. والفم أسفل الأنف، مكانه هنا. الأذن مكانها هنا. أصل بخط السلوكات، هنا أصل بخط السلوكات الجيدة والسلوكات السيئة. عندنا هنا يدين متسختين، كيف هو هذا السلوك؟ سلوك لا أوافق عليه ولا أقوم به. عندما تتسخ يدي علي أن أغسلهما جيدا بالماء والصابون، إذن سلوك سيء. ممارسة الرياضة سلوك جيد. الصورة الثالثة، طفل لاحظوا مصاب بالزكام، ويترك مخاط أنفه نازلا هكذا. إذن كيف هو هذا السلوك؟ هذا سلوك ليس جيدا، علينا أن نمسح أنفنا. طفلة تقوم بتمشيط شعرها، كيف هو هذا السلوك؟ سلوك جيد. التمرين الموالي، ألون الكرة التي تحت الطاولة. إذن لاحظوا معي في هذه الصورة، عندي جوج ديال الكرات، الأولى فوق الطاولة والثانية تحت الطاولة. المطلوب ألون الكرة التي تحت الطاولة، إذن سنلون الكرة التي تحت الطاولة بأي لون؟ بالأحمر عفوا. إذن سنلونها بالأحمر، المطلوب بالأحمر. إذن سنقوم بتلوين الكرة التي توجد تحت الطاولة باللون الأحمر. التمرين الخامس، ألون الكرة التي أمام الطفل بالأصفر. إذا عندنا الطفل هذا، عندنا كرة خلفه وكرة أمامه. إذا الكرة التي توجد أمام الطفل أين هي؟ قوموا بتحديدها. إذا الكرة أمام الطفل هي هذه، سنلونها باللون الأصفر. التمرين السادس، ألون الأقصر بالأخضر والأطول بالأزرق. لاحظوا معي، الأقصر بالأخضر، إذن أين هو الأقصر؟ لاحظوا معي،
ناخذ مسطرة نحددو. اذا الاقصر هو هذا، اذا الاقصر بالاخضر يمكننا نحدو بالعين المجردة، والاطول بالازرق، الاطول بالازرق. التمرين السابع والاخير، ألون الفراشة. عندي مجموعة ديال الاشكال، عندي المثلث، المستطيل، القرص والمربع. المثلث بالاخضر، المستطيل بالازرق، القرص بالاصفر، والمربع بالبرتقالي. اذا سنبدا بالاشكال. اذا عندي هنايا قرص بالاصفر، كما كتعرفوا الجناحان ديال الفراشه متطابقان، اذا القرص المقابل في الجناح الثاني ايضا بالاصفر، المستطيل بالازرق، المستطيل بالازرق. كنعتذر، ترس لي الراس ديال الملون. المستطيل المقابل ايضا بالازرق. المربع باللون البرتقالي، ممتاز. اذا لون المربع بالبرتقالي، مربع في هذا الجناح وفي الجناح المقابل ايضا بالبرتقالي. كما كنطلب منكم دائما نتوما لونوا احسن. انا بسبب التصوير بعض المرات يعني التلوين كيخرج الاطار، كيبقاو بعض الاماكن بيضاء. والمثلثه بالاخضر، اذا عندنا المثلث بالاخضر، اذا لون المثلث بالاخضر. والمثلث المقابل ايضا، هذا كل شيء. قبل اغلاق هذا الفيديو، فضلا وليس امرا، من تصل قناه نزال التعليم لاول مره، الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد. ولا تنسوا مشاركه المقاطع مع اصدقائكم حتى تعم الفائده، ولا تبخلوا علي ببصماتكم وتعليقاتكم الجميله والمحفزه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.